استحوذت مواقع التواصل الاجتماعي على عقول معظم الجزائريين إلى درجة أصبحت الهواتف النقالة تغني الكثيرين عن الاجتماع بعائلاتهم أو التواصل الحقيقي مع أصدقائهم. الظاهرة لم تستثني حتى المتزوجين، فكثير منهم أصبح يفضل الدردشة مع صديق أو صديقة افتراضية لتتطور العلاقة إلى خيانة إلكترونية مكتملة الأركان. أكثرهم رجال، من بعض النساء استغلوا الفرصة انتقام من الرجال، استغلوا هذه الفرصة كذلك. الرجال في أشخاص الخيانة موجودة في دمهم، يعني هم يشوفوها من باب البطولة، من باب المروءة، من باب الرجولة. يقول لك بسمة ثم كذا ثم حتى نطيحوا من صيادة الشيطان. الشيطان راه يتسرب من عيوبنا، يعني إذا كان واحد متزوج وراه عنده ولاده ومكتفي بزوجته وولاده، يعني من الأحسن أنهم كما يقولوا ما يروحوش يتشاطشي مع النساء، فلذلك يتشاطشي كما يقولوا عندنا مع الرجال اللي مثله. شوية راهو ضغط علينا خاطش ما نقدروش نخالفوا أوامر الله عز وجل. خونا بيان سور تشوف على الفيس بزاف هذا الفيسبوك. باك باش يفتي روحه، يقول لك مثنى وثلاثة وربع. يعني احنا نقولوا باللي الرجال يطيح في الشبكة كيف يقولوه بالدارجة. نشوفوا في الزوج عنده مرته صح في الدار وممكن مأدية دورها كما ينبغي، ممكن انها يعني عطيته يعني كلش، وتشوف فيه مداير فيسبوك واحد اخر، ولا حب يدخل في تجربه مع واحد اخرى، ولا يخون يعني زوجته كسوسوا في الموقع التواصل ولا برا. جلسه لساعات وخلوه الكترونيه لا تخلو من بعض عبارات الحب والغزل، وجه آخر لعلاقة افتراضية فضل عدد من الأشخاص المتزوجين إشباع رغبتهم فيها بحثاً عن الرومانسية المفقودة داخل جدران بيوتهم.